السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في فيديو جديد، ورده من خلاله راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، كذلك مفاجات من العيار الثقيل سنتعرف عليها ان شاء الله في نهايه هذا الفيديو. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها. فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. بدون إطالة ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع، وشارك معكم الخبر الأول واللي يتعلق بتصريحات كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا عزيزي الكرام بخصوص المنتخب الوطني الجزائري. صرح قائلا: ذهابي نحو الجزائر نحاول جدول ذلك قريبا، وسيكون من دواعي سروري زيارة بلد والدتي ألا وهو البلد الجزائري. كذلك صرح قائلا: الجزائر تمتلك منتخبا رائعا، ولقد حققوا كأس أمم إفريقيا، منتخب لا يجب الاستهانة به ولا نسيانه. للأسف لم يستطيعوا المشاركة في آخر نسخة من المونديال، مونديال قطر سنة 2022، لكنهم سيحاولون التواجد في المونديال القادم. حقا سنحاول التواجد وسنؤكد وجودنا إن شاء الله في المونديال القادم، بعد تغيير يعني نظام التأهل إلى المونديال، بعدما كان معقد سابقا حاليا ولا أصبح نوعا ما مارغري. كاين بزاف مباريات لعبوها الذاكرة، حوالي 10 مباريات، إلا أنه اعتبره أسهل من يعني النظام القديم. بالنسبة للنقطة الموالية، الحساب الرسمي للفيفا نشر هذه الصورة الظاهرة أمامكم التي تحمل 4 لاعبين، وغرد قائلا: من هو أفضل لاعب في دوري الأبطال؟ يعني أفضل اللاعبين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا. شاركت معنا اللاعبين المتوجين أعزائي الكرام بدوري الأبطال، عندنا حكيم زياش، كذلك محمد صلاح، وأيضا إلى آخره. ولكن الفيفا لم تدرج صورة رياض محرز الذي يعتبر واحد من أبرز اللاعبين الأفارقة في هذه البطولة كهدافين وكذلك كالفائزين بها حديثا. آخر نسخة فاز بها فريق نادي مانشستر سيتي وحققها رياض محرز. الفيفا تصرفت بطريقة مستفزة ومهينة لإنجاز الجزائر رياض محرز التاريخي، خاصة التي أضافها إلى الثلاثية الخاصة لنادي مانشستر سيتي. فانهالت عليهم تعليقات كثيرة الذاكره في هذا المنشور، وكذلك هاجموهم بطبيعة الحال الجمهور بخصوص غياب رياض محرز عن هذه يعني الصورة، وطبعا مما يعني جعلوا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يحذفون الصورة مباشرة كما تشاهدون في هذا التوضيح الظاهر أمامكم. أهانوا رياض محرز، ولكن الجمهور كان عنده رأي آخر بطبيعة الحال. فما وراكم انتم في صندوق التعليقات. بالنسبة لأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا بالنسبة للاعبين الأفارقة هو يعني حاجة باينة، رابح ماجر أول لاعب عربي عزيزي الكرام يتوج وإفريقي يتوج بيعني دوري أبطال أوروبا، فهو الأفضل عزيزي الكرام في هذه البطولة، ولكن لا تدرج اسم رياض محرز. فهنا عزيزي الكرام يعني رياض محرز مش فقط فاز بها، رياض محرز فاز بها يعني مؤخرا، وكذلك كان من واحد من افضل اللاعبين في البطوله. بلغه الارقام ما تكلموش عن العاطفه، كان تكلموا عن العاطفه عزيزي الكرام حاجه اخرى، ولكن حنا رانا نتكلموا بلغه الارقام الخاليه من العاطفه. ننتقل الان الى النقطه المواليه عزيزي الكرام. كشفت لنا اليوم تقارير اعلاميه فرنسيه ان اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب سينتقل رسميا الى نادي ليل الفرنسي خلال الساعات المقبله، وطبعا سيجتاز الفحص الطبي. وطبعا عزيزي الكرام اليوم اجتاز الفحص الطبي، وصلتني بعض يعني المعلومات الجديده، واكدت انه تم التوقيع على كل شيء واللاعب رسميا، باقي فقط يتم الاعلان عن الصفقه. فالف مبروك لهذا اللاعب اللي هبط مع ناديه نادي انجي الى الدرجه الثانيه، ولكن عزيزي الكرام حاليا انتقل الى الدرجه الاولى في انتظار انتقال زميله الا وهو حماد عبد اللي مهتم به كل من نادي كليرمونت فوت وكذلك نادي لوهافر. بالنسبة للنقطة الموالية والخبر الموالي عزيزي الكرام، نشارك معكم ونذكركم أيضا بموعد يعني قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال القادم، مونديال سنة 2026. غدا يوم الخميس سيتم عمل مراسم القرعة، وذلك بشكل رسمي قرعة كأس العالم منطقة إفريقيا، ولكن بغيتكم أنتم في صندوق التعليقات تعطيونا توقعاتكم حول هذه القرعة. القنوات الناقلة أو المصادر الناقلة لهذه يعني القرعة راح يكون عندنا القناة الرسمية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر اليوتيوب، وكذلك أيضا بي إن سبورت راح يعملوا لنا بث مباشر للقرعة. فتمنيتنا كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري وباقي المنتخبات
العربية. بالنسبة للتوقعات اللي شاركتها معكم في الفيديو السابقة هي الظاهرة أمامكم، وقفوا الفيديو أعزائي الكرام وشوفوا يعني يعني حظوظ المنتخبات حسب التوقعات. المنتخب الوطني الجزائري حسب التوقعات في المجموعة السابعة راح يكون مع منتخب غينيا، ناميبيا، وغامبيا، وليبيريا، وجنوب السودان. فما هو رأيكم أنتم في صندوق التعليقات أعزائي الكرام حول هذه يعني المجموعة؟ وشوفوها سهلة مفتوحة أم أنها معقدة نوعا ما؟ هو نتفقوا حاليا، ممكن كمان نتفقوا على نقطة واحدة، هو أنه في القارة السمراء ما ولاش منتخب ضعيف ومنتخب قوي. يعني آخر بطولة نتاع الكان التي كانت بالكاميرون أعزائي الكرام شفنا العجب، شفنا منتخبات ما عندهاش وزن ما عندهاش حجم راها تلعب أمام منتخبات كبيرة وتفوز عليها بنتائج مبهرة ومفاجئة. فالمثل اللي يقولوه الجزائريين العود اللي تحضروا يعميك على الزي كرام. فلهذا لازم ندرسوا جميع الخصوم بعناية وبتأني ونعطيهم حقهم فوق أرضية الميدان وخارج أرضية الميدان بشكل كبير جدا باه ما يعني يفاجئناش فوق أرضية الميدان. وكما قلت ونعاودها ونكررها، ما بقاش منتخب ضعيف ومنتخب قوي في القارة السمراء، بل أن المستويات أصبحت متقاربة مارجري أنه بعض المنتخبات ما كانش عندها وزن سابقا، ولكن قادرة تفوز على منتخبات كبيرة جدا وعندها تاريخ عريق في القارة السمراء. فحنا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، إن شاء الله نتأهلوا إلى المونديال هذه المرة بالطريق يعني السهل، حنا ماذا بينا أعزائي الكرام. بالنسبة للخبر الموالي، فابريزيو رومانو كشف لنا بعض المستجدات بخصوص انتقال رياض محرز واهتمام نادي أهل جدة بهذا اللاعب. كما تشاهدون أكد قائلا الأندية السعودية تضغط من أجل رياض محرز، يعني يتكلم عن نادي أهل جدة، في حين أن نادي مانشستر سيتي يطلب مبلغا مهما أو مبلغ كبير جدا. يعني هنا حسب فابريزيو رومانو، هذه حسب آخر الشائعات، راني نشارك معك آخر الشائعات وليس آخر الأخبار الرسمية. حسب فابريزيو رومانو هنا يأكد لنا بلي أنه نادي مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن رياض محرز، ولكن مصادر أخرى كثيرة تؤكد العكس. بيب غوارديولا وإدارة نادي مانشستر سيتي لا يريدون رحيل رياض محرز، خاصة بعدما أنه أعطوا الضوء الأخضر لبرناردو سيلفا للرحيل هذا الميركاتو. كما قلتها سابقا مستحيل أنه يبيعوا لاعبين دفعة واحدة في هذا الميركاتو، واحد من أبرز اللاعبين في فريق نادي مانشستر سيتي. بالنسبة للنقطة الموالية أعزائي الكرام، عدنا هذا المصدر الظاهر أمامكم قائلين يخطط نادي الأهلي لتقديم عرض رسمي هذا الأسبوع لرياض محرز. أما بالنسبة لنصيحة جمال بالماضي لنجم المنتخب الوطني الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي رياض محرز حول يعني العرض السعودي، أكد لنا هذا المصدر الظاهر أمامكم العربي الجديد قائلين أنه في هذا الإطار حصل هذا المصدر على معلومات من داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري، وتشير إلى أن المدرب جمال بالماضي كان له حديث مع رياض محرز خلال الأيام الأخيرة حول هذه الخطوة المحتملة والتي يعني تراقبها الجماهير الجزائرية عن قرب. وتفيد نفس المعلومات أن جمال بالماضي نصح رياض محرز برفض العرض السعودي والبقاء في المنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لمواصلة كتابة التاريخ في البريمير ليج مع فريق نادي مانشستر سيتي، إلا أن هذا لا يعني أن اللاعب أغلق الباب أمام نادي الأهلي نظرا للعرض المالي الضخم الذي وصله والذي ربما يغير جميع المعطيات ويدفعه إلى الرحيل عن السماوي نحو الدوري الروشن السعودي. بالماضي قالها في ندوة صحفية أعزائي الكرام باللي أنه يتمنى رياض محرز يبقى في نادي مانشستر سيتي، ما لقري أنه ما يلعبش كثير ولكن يتمنى أنه يبقى في نادي مانشستر سيتي، واحد من أفضل الدوريات حاليا في العالم. وحاليا هذا المصدر أكد لنا باللي أنه بالماضي طلب من رياض محرز أنه يرفض عرض نادي الأهلي ويبقى في نادي مانشستر سيتي. وأعتقد أنه 50% أو أكثر من 50% من الجزائريين يعني يشاطرون رأي الكوتش جمال الماضي حول هذه النقطة، حابين رياض محرز يبقى في نادي مانشستر سيتي. ولكن أيضا هنالك فئة كشافت رياض محرز ما يلعبش نهائي دور الأبطال وبعض يعني المباريات المهمة في فريق نادي مانشستر سيتي يعني يطالبونه بالرحيل إلى الدوري السعودي. فأنتم خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، يعني واش تبغيو رياض محرز يبقى في نادي مانشستر سيتي ام ينتقل الى نادي اهل جده؟ وطبعا طاحت لي فكره في راسي أعزائي الكرام، حاب نعرض يعني مشجع سعودي للنادي الاهلي الى القناه هذه ونتكلموا عن صفقه رياض محرز، هو يعطينا المصادر نتاعو اخر الاخبار بخصوص هذه الصفقه وانا شارك معاه اخر المصادر بخصوص هذه الصفقه. اذا حبيتوا الفكره اكتبوا لنا رايكم في صندوق التعليقات. وهيا بنا نمر الى الخبر الموالي الذي كشفه لنا موقع هامر نيوز ان مسؤولي الفريق اللندني وضعوا اسم سعيد بن رحمه ضمن قائمه المرشحين للرحيل خلال فترة الميركاتو الصيفي من أجل الاستفادة منه ماليا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني. أنا مدبية إذا يخرج
يعني ماذا بيه ينتقل إلى نادي نيوكاسل الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن إذا راح يعني ينتقل إلى نادي ما راحش يشارك وما راحش ينافس على البطولة أو الدوري الإنجليزي الممتاز فغير مكان له، ولكن راح نشوف ماذا سيحدث. بالنسبة للنقطة الموالية، النقطة الموالية مفاجأة صراحة هو عودة لاعب من بعيد صراحة، ألا وهو يعني لاعب نادي باشاك شهير الجديد، ألا وهو مهدي عبيد. أكد يعني الصحفي الموثوق مومن أيد قاسي أن جمال بالماضي يحتاجه تحسبا لكان الكوت ديفوار بشرط طبعا أن يتألق في البطولة التركية. هو خبر مفرح على الذاكرة لأنه هذا اللاعب نحتاجه يعني في القارة السمراء بالنسبة للبنية الجسدية ما شاء الله التي يمتلكها هذا اللاعب، لأنه في القارة السمراء تلعب يعني في الكوت ديفوار أمام منتخبات إفريقية يعني لازم تلعب بلاعبين ذو قوة بدنية كبيرة جدا مثل هذا ما شاء الله عليه، ومثل عدلان قديورا اللي صراحة خلى أثر كبير جدا وراءه في المنتخب الوطني الجزائري وترك ثغرة بعد ابتعاده عن المنتخب الوطني الجزائري للأسف الشديد. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، وانتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.